إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه إخواني الكرام رسالة جليلة القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها الإمام العالم الرباني الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها حديث الناصح الوجلي والمشفق الحادبي عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها ووافر هباتها وعوائدها على أهلها، وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين، وأنها منه بالمحل الأثنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، علما وحالا، ليأتوا البيوت من أبوابها، ويقصدوا رضوان الله تعالى من سبيله الذي اختار لهم، ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يقولون، ومن سلك الجدد أمن العثار. وتلك إخواني الكرام لعمر الله غاية جليلة، وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم، ولمثلها سعى المصلحون، وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. وها نحن مع الإمام ابن القيم والوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ويقول في رسالته رضي الله عنه: فإذا أراد بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فيزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا، باكيا نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكسا بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة، ليس لذاته ولكن لغيره، أو لما ترتب عليه، بما ترتب عليه من هذه الأمور، يعني الذل والانكسار والتوبة
الإنابة والإخبات والخوف والوجل، يعني فيكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة، يعني ويفعل حسنة فلا زال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، ويقول يعني فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإذا أراد إخواني، وإن أراد يعني به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك إلا الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، واضح إخواني، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره إخواني الكرام، وغناه وحمده. وما زلنا مع التوبة يا إخواني الكرام، ما زلنا مع التوبة، ويعني كان آخر شيء حقائق التوبة، يعني حقائق التوبة. وقلنا نقلنا كلام الإمام ابن القيم والإمام الهروي أن حقائق التوبة ثلاثة أشياء، وقلنا مقصود بالحقائق ما يتحقق به الشيء ويتبين صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة، وفي أغلب المصادر الحارث بن مالك: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يعني فمن هنا قلنا إن حقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية واتهام التوبة وطلب أعذار الخليقة. كان آخر حاجة وقفنا عندها طلب أعذار الخليقة يا إخواني الكرام، يعني فهذا له وجهان، فهذا له وجهان، وجه محمود ووجه مذموم حرام. فالمذموم أن يطلب أعذارهم نظرا إلى الحكم القدري وجريانه عليهم، شاءوا أم أبوا فيعذرهم بالقدر، يعني وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين ناظرين إلى القدر الفانين في شهوده، وكما تقدم ضرب خطير جدا قليل المنفعة لا ينجي وحده. وأظن هذا مراد صاحب المنازل الإمام الهروي، لكن ابن القيم لأنه قال بعد ذلك: إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. وهذا الشهود شهود ناقص مذموم، إن طرده صاحبه فعذر أعداء الله وأهل مخالفته ومخالفة رسله وطلب أعذارهم كان مضادا لله وأمره. يعني هيعذر بقى صاحب المعصية ويعذر صاحب، يقول لك ده حكم كوني قدري، ده كلام طبعا كلام يعني يحمل كل معاني المعصية، أو هو معصية وربما يؤدي إلى أكثر من ذلك. واضح يا إخواني؟ يعني واضح، يعني لأن الكفار اعتذروا واحتجوا بالقدر، يعني واضح. فيقول: وطلب أعذارهم كان مضادا لله في أمره، عاذرا من لم يعذره الله جل وعلا، بيعذر لمن ربنا ما عذروش، طالبا عذر من لامه الله يعني وأمر بلومه، يعني وليست هذه موافقة لله، بل موافقته لوم هذا، يعني واعتقاد أنه لا عذر له عند الله، واعتقاد أنه لا عذر له عند الله، لا عذر له عند الله ولا في نفس الأمر.
فالله عز وجل قد أعذر إليه وأزال عذره بالكلي بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولو كان معذورا في نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة، فإن الله أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. ومن أجل ذلك إخواني الكرام أرسل الرسل، يعني وهذا موجه لنا. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل كتاب قرآن، يعني فما حجتنا يعني في أن نعصي الله عز وجل؟ يعني ما حجتنا؟ فالله عز وجل، فهذا لو كان معذورا في نفس الأمر عند الله ما عاقبه البتة، فإن الله أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه، لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، فلله الحجة البالغة. واضح يا أخي الكريم؟ ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز، والمعتو، ومن لم تبلغه الدعوة، والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم يعني آخر في المعاد، يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته، وفيه عدة أحاديث بعضها في مسند الإمام أحمد كحديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة. ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف، فهذه الأحاديث مخالفة للعقل، يقول ذلك فهو جاهل، فإن التكليف إنما يقع بدخول دار القرار، ينقطع بدخول دار القرار. إخواني الكرام، والجنة الجنة أو النار، وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات، ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف، فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا، ويحال يا إخواني الكرام بين الكفار، ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود، يشير إلى قوله تعالى في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وكذلك انظر طريق الهجرتين في آخر الجزء الثاني. والمقصود يا إخواني أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره، يعني واضح، مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم، لا في الدنيا ولا في العقبة. عموما يا إخواني الكرام، دفع القدر الذي انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر مقابلة، يعني فيمتنع وقوعه كدفع العدو بقتال، ودفع البرد والحر ونحوه يعني بما هو معلوم، يعني واضح. الثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيل، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة. إخواني الكرام، يعني ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، يعني فهذا شأن العارفين، وهذا شأن العارفين إخواني الكرام، وهذا شأن العارفين إخواني الكرام، يعني فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز، والله تعالى يلوم على العجز، والله تعالى يلوم إخواني على والله تعالى إخواني يلوم على العجز، فإذا غلب وضاقت به الحيل ولم يبقى له مجال، يعني فهنالك الاستسلام للقدر.
يعني واضح؟ يعني واضح. يبقى عندنا الموافقة، المدافعة والدفع يعني، وبعدين الاستسلام، الثلاث. الموافقة يعني والفناء المحمود، هذا مع الأمر الشرعي الديني. أما الأمر الكوني القدري فلو مرحلته. المدافعة وإذا لم تتمكن ويعني فنيت الأسباب فالاستسلام يعني لأمر الله عز وجل. يعني يقول يعني فهنالك يقول: هذا شأن العارفين وشأن الأقدار، شأن العارفين وشأن الأقدار يعني، والاستسلام يعني هذا شأن العارفين مع الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غلب وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال، يعني يبقى هنا إيه؟ فإذا غلب وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال، يعني واضح إخواني، ولم يبق له مجال. فإذا غلب وضاقت به الحيل، فإذا غلب وضاقت به الحيل يا إخواني الكرام، فإذا غلب وضاقت غلب وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال، فهنالك الاستسلام للقدر، والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. وهنا ينفع الفناء في القدر علما وحالا وشهودا. يعني واضح، يعني يقصد به الفناء في الإرادة أو اتحاد الإرادتين، واضح. وأما في حال القدرة وحصول الأسباب يا إخواني، فالفناء النافع يفنى عن إيه؟ عن حكم الله عز وجل إخواني الكرام. يعني يقول: أما يعني في حال القدرة وحصول الأسباب فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله جل وعلا، وعن هواه بأمر الله، وعن إرادته ومحبته بمحبة الله تعالى، وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته. فهذا الذي قام بحقيقة، فهذا إخواني الذي قام، فهذا الذي قام بحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.